الخامس في مجموع أشواطنا، وخصص لفئات الأبكار لأبناء القبائل. نتابع هذا التحدي ونتابع هذه المسيرة، نتابع أيضا هذا الوزن. وأرحب أيضا بهذا الشوط، وأرحب أيضا بزميلي محمد أبو هيثم اليمني الذي يشاركني أيضا التعليق على مجريات هذه الأشواط، فله الكلمة وله الميكروفون. شكرا لزميلي سالم بركاض العليلي. بسم الله وعلى بركة الله وحفظه. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم من هنا من أرضية ميدان الإهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية في هذه التحديات الجميلة. مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق مع هذه الانطلاقة ونرحب بجميع الحاضرين والمشاركين في هذا المسار الرائع وانطلاقة الشوط الخامس الذي يحمل فئة الأبكار لسن الحجاج مع 3 كيلومترات التي سنتابع فيها الشعارات. نذهب مباشرة ونرحب بالمركز الأول، نرحب بأول المراكز هنا، التقدم على المركز الأول الشاهنية أحمد بن سيف بن حميدان الفلاسي، من يتقدم مع الشايبة على المركز الأول، بينما المركز الثاني التواجد مع الشاهني لراشد بن سعيد بن غدير بن محمد الاشتبي، بينما المركز الثالث التواجد والدخول بهذه اللحظات على ثالث المراكز الغزيل لمحمد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب، بينما المركز الرابع تصل الشاهنية مطر بن عبيد بن محمد بضبيعة، بينما المركز الخامس التواجد الجميل على المركز الخامس الشاهنية راكان بن محمد بن سعيد العمري، من يتقدم بشعاره مع المركز الخامس. والمركز السادس تصل بهذه اللحظات المزن أحمد بن سيب الضبيعة، يتقدم أيضا مع المزن على سادس المراكز، بينما المركز السابع التواجد مع الشاهنية لمحمد بن علي بن كليب، وأيضا هنا التواجد مع تاسع المراكز ناصية محمد بن سلطان بن رشيد، وعاشر التحديات من يصل له هنا بنت الأسد غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي. هذه المراكز الأولى المتقدمة التي تابعناها في أول الاندفاعات وأول التحديات. مرة أخرى نعود إلى مقدمة الشوط لنتابع الأداء الرائع، نتابع الأداء المميز من الشعارات الرائعة، الشعارات القوية والمميزة. نعود إلى المركز الأول، نتابع تابع الغزيل غيرت الآن إلى المركز الأول لمحمد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب، وأيضا التغيير من الجانب الآخر غيرت الآن الشاهنية مطر بن عبيد بن محمد بضبيعة، يغير بهذه اللحظات مع الشاهنية المركز الثالث التواجد بهذه اللحظات والانطلاق مع المزن أحمد بن سيف بضبيعة، والمركز الرابع تصل الشايب أحمد بن سيف بن حميدان الفلاسي، بينما المركز الخامس والدخول والهجوم أيضا من الجانب الآخر هناك الناوية سيب بن علي بن راشد بن خلفان بالعامري، الناوية ناوية على الفوز، ناوية على الناموس، ولكن المقدمة والصدارة والأداء الجميل، الأداء الجميل مع الشاهنية هي اللي في المقدمة، هي من انطلقت، هي من أعلنت تواجدها الجميل بشعار مطر بن عبيد بن محمد بضبيعة. يا سلام يا سلام، ولكن الخطورة 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 والتجاوز من الجانب الآخر، تجاوزتنا المزن أحمد بن سيف بضبيعة، المعركة قوية، المعركة طاحنة، وأيضا الناوية 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 تجاوزتنا سبوقا تكره اللمة، ومرشح الشوط ما يرخي عزايمها ما غير شوط التحدي، وابو راشد ما يهمه. يا سلام يا سلام، الناوية مع المركز الأول، راحت الناوية راحت، ناوية على الفوز، حققت الفوز والناموس. تهانينا لسيب بن علي لسيب بن راشد بن خلفان بالعامري على هذا الأداء الجميل اللي قدمته الناوية في هذا الشوط. المركز الثاني التواجد كان مع احمد بن سيف الضبيعة، والمركز الثالث بن كليب، المركز الرابع احمد المحرمي، احمد المحرمي، المركز الخامس علي الرميثي، علي بن خليفة الرميثي. هذه المراكز الاولى المتقدمه، تهانينا لسيف بن راشد بن خلفان بالعامري. يعود مع التوقيت الزمني 4:41 ثانية، تهانينا والناموس.